إذا كنا جينا بالعدد المسموح له بال 27 لاعب تقريبا اللي المفروض يكونون في قائمة الفريق، أعتقد المنافسة على جميع البطولات أو حتى على بطولتين صعب جدا إن لم يكن مستحيل. هل إدارة النصر حددت هدفها الأول أو رتبت أولوياتها؟ شوف، بكل تأكيد طبعا أنه الهدف الأول لأي نادي هو الدوري، أنه يقدم نفسه بالدوري بشكل جيد. إحنا لما نقول هدفنا الدوري، مع الهدف أنه يكون الدوري هو تركيزنا في لاعبينا، في محترفينا، في سياسة جلب المحترفين، سياسة المدرب طبعا الدوري، خصوصا أنت يعني أنك الحين صار له 3 سنوات يعني بعيدين عن الدوري، نبي نرجع للمنافسة على الدوري من جديد. حنعمل خطتنا أنه إحنا نكون منافسين أقوياء في الدوري، عاد نوفق أم نوفق هذا في علم الغيب. بكل هذا لن نغفل المنافسات الأخرى، خصوصا أنك أنت عندك 4 لاعبين محترفين، منهم آسيوي في آسيا، وعندك 4 أو 5 يمكن قالوا في البطولة العربية، 5 وفي عندك لعيبة مواليد. فأنت عشان تعرف وش الأولوية، المواليد والسبعة اللي بيختارهم المدرب بيختارهم على أساس عنده هدف دوري، بعدين حيعرف حيختار مين في آسيا ويختار مين، ومين يعطي فرصة أكثر في البطولة العربية أو يشارك في بطولة أخرى. طبعا الدوري خصوصا في نادي مثل يعني مثل نادي النصر مبتعد الحين 3 سنوات، يحاول ترتيب أموره من الداخل، يعيد اكتشاف نجوم جدد، ويبحث على الجوانب الاستثمارية والتسويقية وتنظيمية. الدوري عند حيكون بالنسبة لنا هدف رئيسي أن نركز عليه وأن ننافس عليه. ما نستطيع تقديمه في المسابقات الأخرى يعني هذا في يعني تحكم فيها ظروف كثيرة، إصابات لا قدر الله، عوامل أخرى. يمكن أنت تركز على الدوري وما توفق، وفي بطولة أنت ما ركز عليها وتأخذها. لكن طبيعي أي نادي في أي دولة من الأندية الكبيرة يهمه أن يكون بالدوري منافس قوي. هذا فيما يخص الدوري. البطولات الثانية طبعا كلها بطولات مهمة محفزة، طبعا آسيا محفزة بحكم أنها البطولة القارية، والنصر لمفترة طويلة ما نافس عليها. ولكن أنا أرجع أقول آسيا السنة الجاية مش هدف رئيسي للنصر كمنافسة. ليش؟ اليوم أنت عيد ترتيبك، ترتيب أوراقك، أنت تبغى تكون جاهز للمنافسة لما تكون في كامل قواك. مستحيل تكون الإدارة الجاية تستطيع أنها تكمل 100% من استعداداتها. لو إحنا وصلنا إلى 60-70% من طموحنا ورغبتنا هذا جيد، و 60-70% ترى نسبة كبيرة جدا وحتحقق نتائج إيجابية. ولكن لما أقول فعلا وصلنا 100% وقتها أقول أقدر أنافس في آسيا. سمعت جمهور النصر الرجل يقول لك آسيا مو هدف بالنسبة لنا، يعني مش هدف للمنافسة أني أنافس فيها بشكل قوي أحط ثقلي فيها. يا سلام، هدفي وأحط ثقلي، خصوصا أن الحين قاعد أبدأ بفريق جديد، في محترفين جدد، في لاعبين استقطبناهم سعوديين، في يمكن لاعبين جدد كمان يجون، في لاعبين إحنا هنصعدهم، مدرب يعني وضع فلسفة إدارية مالية مختلفة. يعني اليوم أنت ما تفكر باتجاه وتنسى الجبهات الأخرى. صحيح، إحنا لازم ننظر الموضوع بالمجمل. عشان كذا الدوري هو التركيز عليه. البطولات الأخرى إن شاء الله نحن ننافس عليها بقدر استطاعتنا وبقدر ما تخدمنا الظروف، لازم تتجاوز المشكلة.